السلام عليكم، أنا محمد غنايم. تعودت أن أشرب الشاي مع أحد زملائي في فترات الاستراحة. تعرفون ذلك الشخص الذي تجبر أحيانا على مجالسته مع أنه ربما لا يروق لك، ولكن يصبح من العيب أن ترفضه أو تتجنبه مباشرة، وهذا هو الحال. هذا الشاب كلما جلست معه جل كلامه حول مدى إعجاب الفتيات به. هذه الممرضة تحبني، وهذه الطبيبة تغار علي، وهذه المريضة ابتسمت لي، وكأنه يوسف عليه السلام في الجمال. يعني معاذ الله أن نستهزئ بخلقة الله عز وجل، ولكن بمظهور النسبي في الجمال الشكلي هو ليس جميل، يعني والروحي أيضا بهذه التخيلات التي لدي. إنسان عادي، فمللت من حواراته، وكل مرة أمضي جلستي معه إما طالبا منه بأن يتوقف عن خيالاته وأن يغض نظراته، أو إقناعا له بأنهن لا ينظرن له. يعني تعرفون، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فالنظرة سهم للقلب وما تسببه من خيالات، ولكنه لا يقتنع بكلامي، فمللت منه. فقلت له مرة: أعتقد أن أختك معجبة بي. أخته زارته مرة بالمشفى ورأيتها، فتغيرت ملامح وجهه وقال: لا، ليست معجبة بك، ولماذا ستعجب بك؟ وما هذه الصراحة الوقحة منك؟ فقلت له: يا حبيبي، أنا لا أعرف أختكم المصونة، ولكن هذا إثبات لك بأن ما تتخيل غير صحيح لأنه كذلك. فانزعج من طريقة الفضة في الحوار صراحة لم أجد طريقة أفضل منها لأقنعها. لذلك أحببت اليوم أن أكلمكم عن الشخصية الجافة عاطفيا، وكيف تصبح خضل عاطفيا، خضل عكس جفاف الفصحى، وكيف تصبح ثابتا في شخصيتك. فالجفاف العاطفي أحبتي في الله مشكلة يكاد كل الشباب والشابات يعانون منها. مثلا، قالت لك فتاة جميلة: صباح الخير. فتحرك لديك شعور عاطفي غير مبرر بأنها ربما تحمل عاطفة تجاهك، مع أن الفتاة لا يوجد لديها أدنى فكرة عنك، وهذا يسمى جفاف عاطفي. فالجفاف العاطفي هو الشعور الذي يشعر به الفرد عندما لا يجد من يفيض عليه حنانه ويجعله يحس بأهميته وقيمته الذاتية، أو عندما يلتفت لمن حوله فلا يجد من يفضي له بما في داخله من حب. يعني لديك نقص في العاطفة، لذلك يحاول عقلك ملء هذا الجفاف أو ري هذا الجفاف بأفكار غير مبررة. فإذا شعرت بجفاف عاطفي فهذا يعني أنك وحيد. والوحدة العامل الأول في الجفاف العاطفي، والوحدة الكبرى أنا أسميها عندما تبتعد عن الأهل، مثلا عندما تغترب. لذلك تجد الطلاب أو المغتربين يحاولون دائما كسر هذه الوحدة، إما بالكلام المستمر مع عائلاتهم وهذا هو الصواب، أو بالبحث عن أنيس خارجي، مثلا حبيبة كما يحدث في البلاد الأوروبية مع الطلاب المغتربين إلا من رحم ربي، ويضيع الشاب وأحلام أهله من خلفه. لذلك لا بد لك حتى تكون الشخصية الخضلية عاطفيا ألا تكون وحيدا. صاحب أهلك، أباك، أمك، صاحب أخواتك، لا تكون عليهن كالأخ المهيمن، بل كالصديق الأخ. هكذا تحمي نفسك وعائلتك من الجفاف العاطفي. والأهم، اختر أصدقائك جيدا، واحذر مؤاخاة الدني فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. ثم إذا أصبحت غير وحيد وما زلت تشعر بالجفاف العاطفي، فهذا يعني أنك تمتلك وقت فراغ كبير لا تملأه بأمور تستحق. فتجد الشاب الفارغ إذا أمسكت هاتفه وفتحت على رسائله الخاصة، تجد أن أغلبها مع الفتيات، يكلم تلك ويحب تلك، وكأن قلبه رمان فيه ألف بذرة. ونفس الحال مع الفتيات الفارغات، وهذا طبعا بسبب النقص العاطفي لديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا تكن فارغا، يعني أنت لو أعطيت كل شيء حقه في حياتك والله لن تجد وقتا للفراغ. ثم إذا أصبحت غير وحيد وملأت وقتك بأمور تستحق وما زلت تشعر بالجفاف العاطفي، فهذا يعني أنك تسرف على نفسك في المعاصي، وحينها يصبح قلبك غير مطمئن. فاقترب من الله حتى يطمئن قلبك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا طبقت ما سبق، حينها لن تشعر بالجفاف العاطفي، وهذا لا يعني أنك ستخلو من العاطفة أو يصبح قلبك قاسي وصارم وغريب الأطوار، لا بالعكس تماما، بل ستصبح مليء بالعاطفة التي ستأخذها من أصدقائك، من عائلتك، من قلبك المطمئن، وحينها طوبى لمن ستستحقك بعدها أو لمن سيستحقك بعدها. ودمتم في أمان الله.